تقريبا في حد برضو، انت هو مسافر 30، ممكن يكون في واحد ايه او اتنين هو وقع يومين يعني مش فكانوا في نفس المركز اللي عايز يلعبك فيه مثلا. ممكن ممكن، ما دي بالتوفيق برضو. بعد كده دخلت بسهوله يعني، انا ما حسيتش خالص انه انا واحد غريب، ان انا صغير وهم بالنسبه لي نجوم كبار. لا، كل الناس كله بتعامل بيساعد بعض. دي حقيقه، دي حقيقه يعني، كل مش الناس كلام بتعامل. يعني يا كابتن، لا مش كلام والله، لا مجرد كلام بيتقال وخلاص عشان التلفزيون والاهلي مش والبتاع حقيقه. لا، اي لعيب لاعب في النادي الاهلي يعرف الجزئيه دي كويس جدا، انه اللعيبه سهل جدا تخش في وسط الفريق بسهوله، وكانك انت مولود في النادي يعني. ما تلاقي الناس كلها بتعاملك كويس، الاداريين، العمال، الاجهزه الفنيه، الاجهزه الثانيه اللي في الناشئين، اجيال بتسلم اجيال زي ما اللعيبه. فدي حقيقه، دي حقيقه يعني. فما حسيتش بغرابه، لكن بعد كده خلاص يوم عن يوم كل الناس بقت ابتدت بقى خلاص يعني تعرفني، تثق فيا، سواء من التدريبات بقى ابتدوا يعرفوا ان انا ممكن ابقى لعيب كويس، من الماتشات بقى.